لا يمر مسافر قادم من خارج المغرب من دون قياس درجة الحرارة والوقوف أمام الكاميرا الحرارية وملء استمارة مكتوبة بكل المعطيات الشخصية. الوالدة مخلوعة عليا كتقول لي أنا اللي الفول، قلت لها نو ما غنمشي ما خايفاش، موتة وحدة كاينة. نهار ربي يبغي الاجل يوقف راه غادي يوقف، بكورونا ولا بلا كورونا. الحمد لله مزيان هذا الشيء، خصو يكون الا ما كانش غنبقاو شاكين في راسنا. راقبت الفرق الطبية المغربية بحثا عن فيروس كورونا 35 ألف مسافر دخل المغرب برا وبحرا وجوا. في الأسابيع القليلة الماضية اضطررنا لاستعمال الكاميرا الحرارية على جميع المسافرين، ما يفرض صف انتظار ووقتا أطول عكس بداية انتشار الوباء. كانت الكاميرا الحرارية تستخدم لرحلات محددة، ولكن للأسف الآن من الضروري الكشف عن المسافرين واحدا واحدا. كما تشاهدون يخضع المسافرون إلى إجراءات احترازية مغربية من قبل فريق طبي يقوم أولا بقياس درجة الحرارة عن طريق مقياس حرارة يدوي، قبل أن تقوم كاميرا حرارية بقياس درجة حرارة المسافرين. المسافرون هنا في مطار سلا في هذه اللحظات قادمون من العاصمة الفرنسية باريس عن طريق رحلة للطيران الفرنسي. يعلق المغرب بالتتابع رحلات الطيران مع دول أوروبية تعرف انتشارا لفيروس كورونا كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. عادل الزبيري، العربية، من مطار مدينة سلا بقرب العاصمة المغربية الرباط.